في ديالى وبحضور القيادي في المشروع العربي الشيخ عبد الخالق العزاوي، عقدت قبيلة العزة مؤتمرا واسعا في ناحية المنصورية، وذلك للتباحث بشأن آخر التطورات حول مجزرة تشيايلا. وأكد الحاضرون أن مهلة وزير الداخلية هي آخر مهلة للكشف عن الجنات المتورطين بهذه المجزرة، داعين الحكومة إلى اعتقال المتورطين في تلك المجزرة التي راح ضحيتها عدد من الأبرياء، فضلاً عن الإفراج عن المعتقلين أو كشف مصيرهم في الوقت الذي حذروا فيه من بعض الجهات التي تحاول زرع الفتنة بين أبناء محافظة ديالى. شروطنا المهلة كانت محددة بست شروط. الخمس شروط كلها تحققت. إلا شوية من الشرط الخامس. الشرط المهم اللي ما تحقق واللي هسه احنا نريد يتحقق من أجهزة قيادات ديالى، قائد العمليات الجديد اللي هو ركن اكرم صدام، هو اعلان حادث البوبالي. حادث البوبالي مو يم العزه اخوان، الله يشهد، حادث البوبالي مو يم العزه، مو يم العزه ولا يم تشايله. هذا كان شرطنا الاول اللي ما تنفذ. الشرط الثاني بعد حادثنا الاعتداء اللي صار علينا، ملتزمين بالقانون، خيمه الكل القانون، وانطينا كلمه والتزمنا بها ولحد الان ملتزمين بها. لا انه بدنا نسمع انه شكاوي علينا، شكاوي على النساء، شكاوي حتى على كانوا بالسجن من اتشياله. وهذا رسالتي لعمامي الببالي، يحذرون من المنافقين، الحذر الحذر من المنافقين. والرساله الثالثه لكل اهل يناسي قبيله العزه، الالتزام بكلامنا وكلام كبارنا، وهذا ما يجري على الكل. واظن دياله ما تتحمل، بلدنا ما يتحمل. احنا نريد ندعم العشائر، ندعم الحكومه، نريد ندعم رئيس الوزراء لتصحيح المسار الصحيح، نريد ندعم وزاراتنا، اجهزتنا الامنيه في دياله. دياله ما عاد تتحمل، لكن بالمطالبه بالحقوق وايضا القاء القبض على الجنات، والجنات موجودين في دياله وخارج دياله.